محمد، مهم جدا محمد، لان انت عندك خلي بالك بعد الماتش ده هتدخل على الزمالك المصري السوبر، فالوقت هيبقى ضيق، فالراحات مطلوبه والتدوير الفني بدقه مطلوبه على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت هو ده الصح عشان نبتدي ننظم امورنا. انا شايف التشكيله مثاليه، فيها ثبات في في الخطوط، ايمن اشرف وعلي، يعني نفس الشناوي ايمن اشرف ورامي، يعني نفس خط الظهر، اضافه بس الوسط الاثنين الارتكاز هشام محمد، وقدام حمودي وليد سليمان. شايف التشكيله رائعه كويسه، فنياتها عاليه جدا، في انسجام، في تفاهم، وليد مسجل والدنيا ماشيه فنيا بالتشكيل ده، يبقى احسن وامثل باذن الله بعد 90 دقيقه بتاع النهارده ان شاء الله يتعالى. لكن كابتن شريف، واحنا بنتكلم كابتن ربيع قال لك التشكيله الانسب، هنا الادوار بالنسبه للعيبه موجوده داخل الملعب، يمكن هشام محمد خلاص احنا عارفين ان هو وسط ملعب، لكن دور عبد الله السعيد اللي متواجد دايما ليه شكل مختلف، مين اللي هيقوم بهذا الدور؟ هل احمد حمدي، وليد سليمان، حمودي؟ دور عبد الله السعيد برضه ليه شكل مختلف داخل الملعب كابتن شريف. طبعا عبد الله السعيد الخبره، ما فيش حسام عاشور كمان، يعني رمات الميزان مش موجوده والبلي ميكر مش موجود، ففي عمليه تعويضيه من يعني خبرات من لعيبه احنا استقبلناهم من فرق تانية زي هشام محمد. هشام محمد يملك ازاي انه يعمل الباص، ويملك انه ازاي يعمل التمريره، يملك ازاي التحركات في نص الملعب، وفي سوليه بتتحرك في كل حته في الملعب، يقدر يعوض اي حاجه او اي غيابات موجوده. واحمد حمدي حط رجله الحقيقه واقنع الجهاز الفني ان هو بقى موجود، بيعمل الباص كويس ان بتوين في العمق، وخاصه ان فرقه النصر عندك هنا من اضعف الحاجات اللي موجوده، هتلاقيهم الاثنين اللي بيلعبوا ورا في النص، فما بيقدروش يعملوا ارتداد سريع، ما بيقدروش، فاللعيبه كلها على غرار ماتش مباراه بتروجيت كسبنا فيها في الشوط الثاني، اللي هو السرعات والقدمون من خلف، وكان فيه كل واحد تفانى ان هو عايز يعوض الاخفاقات اللي كانت بتحصل، والنتيجه اللي احنا ما نعرفش نجيب جول ومش عارفين نغطيه، فكان كل اللعيبه مصممه على اداء ان هم يقدروا يعوضوا بكل شيء في السرعات اللي قادمه، ولما بيجيبوا جول وبيجيبوا الثاني وبيجيبوا الثالث، بقى اعتقد ان خلاص بقى كل لعيب بياخد ثقه وبيقدر يعمل الامكانيات. كل اللعيبه اللي موجوده النهارده واتقالت اسمائها دي عندها من الملكه ان هي تعوض اي غيابات موجوده، ودول لعيبه كوره، لعيبه كوره محترفين، لعيبه كوره حريفه، لعيبه كوره عندهم تالنت، لعيبه كوره موهوبين، فما اعتقدش ان الغيابات ممكن تاثر عليهم غير في طريقه اللعب، ازاي نغلصها دي يا كابتن فاروق بزياده السرعات جوه الملعب، والميس باس يبقى قليل جدا.